Hello, I am Khidar, and today we are in Umm Khalid tent, and she is going to talk about her situation. She is welcoming some displaced families who are coming from South Lebanon, and Umm Khalid today is going to talk about her situation. Let's hear some news, some updates from Umm Khalid. Umm Khalid, تحكي لنا شوي عن الوضع في صار. مين هذول اللي ايش هون؟ كيف الوضع؟ كيف عم تعمل مع الوضع؟ والله عم تعمل مع الوضع. كنت عندي 4 ايام كفاول لك، بس 4 ايام كان عندي شويه منايات وبيتي برغلات وسياستات خلصوا، وهلا عم نتلبك منين بدي اجيب لهم رغيف الخبز، لان الربطه صارت والله يا خالتي بهذا 70,000، يعني وكيلو رز حقه 80,000 85,000، ما بقدر اجيب لهم شيء، بدي بس طعميه ورخطي ما في يا حرام. يعني انت اللي عم تقولي انه اول 4 ايام كنت مثلا عم تأمنين الاكل ايه وعم أعمله الاكل هذا اللي عندي. بعدين انه خلصت المونه من عندي، خلصت المونه خالص. طيب ما في منظمات عم تساعد؟ لا 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 لا, لا والله ما حد ساعدنا بلوم، وهلا متلبكي منين بدي اجيب لهم بس فطار، فطور يعني ترويقه، متلبكي والله. وهذا كمان بده حفوضات، يعني طال عندي معاهم بدهم حفوضات، بدهم حليب، بدهم شيء. كان عندي حب السكر، هلا ما ضل عندي شيء. طيب كم شخص بالبيت؟ كم عائلي؟ هني عائلتين، في 9 اشخاص، 9 هني، يعني 9 اشخاص هني وزلمهم واولادهم وكله. غير عائلتك؟ غير عائلتي. غير عائلتك يعني؟ انا عائلتي 4 وانا ارملي، يعني شي 13 شخص. ايه شي 13. طيب وين عم تناموا؟ باي غرفه؟ كان عندي غرفه بهالغرفه هذه، بهاي الغرفه. ايه والله. طيب مثلا اذا انت حتى يعني الغاز خلص، حتى الغاز يعني ما ضل معي، من بدي اجيب له؟ انا حرمي ارملي وانا عم ربي يتيم. طيب اذا نحن بدنا نحكي يعني شو الاولوي لالي؟ الاولوي الاكل، الاكل بس يجيبوا لنا شويه اكلايات، اهم شيء الاكل. شكرا. وعبوا له جره هالغاز. شكرا عم خالد. اهلا وسهلا، واللي بيجي ميت اهلا وسهلا فيه، وكل شيء اللي بيجي يا حي الله فيه، من الجنوب، من البقاع، منين من كان يا مرحبا وحيا الله فيك، بس يساعدونا شوي.